بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل عليه السلام، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله في قرة العيون: قوله أن يوحي بالأمر فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله: إذا قضى الله الأمر. قوله تكلم بالوحي فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي، الله عز وجل يتكلم بالوحي، فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي، فنؤمن بأن الله تعالى يتكلم كلاماً يليق بجلاله وعظمته، فكلام الله حروف ومعاني، فنؤمن بأن الله يتكلم كلاماً يليق به سبحانه وتعالى. وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون المعنى كلامه واللفظ غير كلامه، بل هو عبارة، وهذا قول باطل، فكلام الله لفظاً ومعنى سبحانه وتعالى. فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي، الله تبارك وتعالى يتكلم بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام. ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله. الأشاعرة يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، يعني المعنى كلام الله واللفظ عبارة عن كلام الله، وهذا قول باطل، فالقرآن كلام الله لفظاً ومعنى،
تبارك وتعالى. قوله أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. إذا سمعوا كلام الله يخافون من الله عز وجل. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. في هذه معرفة عظمة الله، ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى، وفيه إثبات العلو. الله تبارك وتعالى في العلو، الرحمن على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلال ربنا وعظمته. لا بد أن نؤمن بأن الله تعالى على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، هيبة وتعظيما لربهم جل جلاله، وخشية لما سمعوا لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، لأنه ملك الوحي عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. فيه التصريح بأنه تعالى يوحي إلى جبريل عليه السلام بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث. قوله ثم يمر جبريل عليه السلام على الملائكة عليهم السلام، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا أيضا من أدلة علو الرب تعالى وتقدس. الله تبارك وتعالى هو العلي العظيم. قوله ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول، يعني يتكلم لفظا ومعنى كلاما يليق بجلال ربنا وعظمته. ويقول أهل البدع من الجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم رحمه الله بسنده، كما ذكره العماد ابن كثير رحمه الله في تفسيره. النواس ابن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري، صحابي رضي الله تعالى عنه، ويقال إن أباه صحابي رضي الله عنه أيضا. قوله إذا أراد الله بوحي بالأمر إلى آخره، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة، يعني من دلائل أهل السنة على النفاة، أي على المعطلة الذين ينفون كلامه. لم يزل الله متكلماً إذا شاء، أهل السنة يقولون لم يزل الله متكلماً إذا شاء، تكلم ولا يزال يتكلم إذا شاء جل جلاله.
قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، أي ارتجفت، وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم رحمه الله عن عكرمة رحمه الله قال: إذا قضى الله أمراً تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال، وخرت الملائكة عليهم السلام كلهم سجدا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قوله أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، والراء مفتوحة فيهما رجفة ورعدة. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر لأن السماوات تخاف الله عز وجل بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها، وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي بعض الحجارة تسقط من خشية الله جل جلاله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، مستدلا بهذه الآيات وما في معناها. قال تعالى: وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم ينتهي جبريل عليه السلام بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول، الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل جلاله. فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته، الله عز وجل الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعا إليه ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لعلمه وحكمته. لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم. الله عز وجل لا شريك له، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ كيف يجعل المخلوق ربا وكيف يجعل العبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. فجميع المخلوقات عبيده جل جلاله، وهو رب العالمين جل جلاله. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، من أولهم إلى آخرهم. تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم
عن عبادة ما سوى الله، انتهى من شرح سنن ابن ماجه رحمه الله. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله ونعظمه ونخافه. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليس هناك شفيع دون الله، فالشفاعة كلها ملك لله جل جلاله. وأنذر به، وأنذر به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا، المخافة والتحذير منه سبحانه وتعالى. قوله به وأنذر به، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بالقرآن، به أي بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. اللهم ثبتنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس كل خلقه عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. اللهم اجعلنا من الذين يعقلون. فقال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون، أصحاب العقول الواعية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ليس لهم غير الله ولي ولا شفيع. والله عز وجل هو مالك الشفاعة، لا شفيع بدون إذنه. قال الزجاج من علماء اللغة: موضع ليس النصب نصب على الحال، كأنه قال: متخلين من كل ولي وشفيع. والعامل فيه يخافون، أي ليس لهم ولي ولا شفيع غير الله جل جلاله. قوله: لعلهم يتقون، أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. قوله: قل لله الشفاعة جميعا، أي ملك لله. وقبلها، أي قبل هذه الآية: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. غير الله لا يملك الشفاعة ولا يملك شيئا. وهذه كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله لا يعلم أن هناك شفعاء من دونه، فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع، غير الله لا يملك الشفاعة، وأن اتخاذهم شفعاء شرك. الذي يعبد غير الله ويزعم أنه يشفع فقد أشرك. الشفاعة كلها ملك لله، ولا يقدر أحد أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله للموحدين ويرضى عنهم. وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه، وقد قال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا
من دون الله قربانًا آلهة، بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتأليههم أن ذلك منهم إفك وافتراء. في قرة العيون، وتركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص. المسلمون الموحدون تركوا التعلق على الشفعاء وغيرهم لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. فالمسلمون الموحدون لا يتخذون الشفعاء من دون الله تعالى. في قرة العيون دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه، لأنها لا تنفع إلا لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال في الآية السابقة، قال تعالى: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم. فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه، لا نفع لا تقع إلا ممن أذن له فيها. فتدبر هذه الآيات العظيمة باتخاذ الشفعاء. فالذين يتخذون الشفعاء من دون الله مشركون ضالون. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها وهو الله دون كل من سواه، لأن ذلك عبادة وتأليه لا يصلح إلا لله. لا تطلب الشفاعة إلا من الله، وذلك بتوحيده والإيمان به. قال البيضاوي رحمه الله: لعله رد لما عسى أن يجيب به، وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون. والله تعالى رد على المشركين وبين أن غيره لا يملك الشفاعة إلا بإذنه تعالى. وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض، تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه، لأنه مالك الملك، فاندرج أي دخل في ذلك ملك الشفاعة. ملك الشفاعة لله جل جلاله، فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بعد أن يأذن ويرضى سبحانه وتعالى. ولا تكون الشفاعة إلا للموحدين. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة يا ذا الجلال والإكرام. وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله عنه وأذن للشافع. قال ابن جرير رحمه الله: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فلا يملك الشفاعة غير الله جل جلاله. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله، فالشفاعة التي تطلب من غير الله باطلة. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كما قال تعالى: يومئذ، يوم القيامة، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني للموحدين. فبين
أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. شرطان: الشرط الأول الإذن للشافع أن يشفع، الشرط الثاني الرضا عن ذلك العبد المشفوع له. أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه، أي خالصاً لوجه الله تعالى. ولقي العبد به ربه مخلصاً غير شاك في ذلك، كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وسيأتي ذلك مقرراً أيضاً في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 111، قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث قال، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. جل جلاله. روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله أعظم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: قال: الله ورسوله أعلم. ورددها مراراً، ردد السؤال النبي صلى الله عليه وسلم مراراً، ثم قال أبي رضي الله عنه ألهمه الله: آية الكرسي. أعظم آية في القرآن آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه، على كتف أبي رضي الله عنه، وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر، أي ليكن هنيئاً لك هذا العلم أبا المنذر، كنية أبي رضي الله تعالى عنه. فدل على أن أعظم آية في القرآن آية الكرسي. وفي رواية عند أحمد رحمه الله: والذي نفسي بيده إن لها آية الكرسي لساناً وشفتين تقدس الملك، أي تنزه الله عند ساق العرش. قال المعلق: روى هذه الزيادة في إسناد صحيح عبد بن حميد رحمه الله في مسنده من طريق مسلم نفسه رحمه الله، كما رواها أحمد رحمه الله في المسند، والطيالسي رحمه الله، والبغوي رحمه الله في شرح السنة، والبيهقي رحمه الله في شعب الإيمان. ولا غرو، أي ولا عجب، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته، لا إله إلا الله، بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة
بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. العبادة لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. ثم أردف في قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة، من صفات الله جل جلاله الكاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من لوازم ذاته، فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له جل جلاله، من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي، فالكمال كله لله جل جلاله. ثم قرن ذلك باسمه القيوم ومعناه القائم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه، أي لا تخالطه شائبة حاجة أصلا، لأنه غني ذاتي وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، وهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم المتضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه، سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك ونعوذ بك من النار. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية أي السماوات والسفلية أي الأراضين، وأنها جميعاً تحت قهره وسلطانه، وقال عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه جل جلاله. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه، فالله نفى ذلك، فلا يشفع أحد بدون إذن الله عز وجل. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه
وواسع سلطانه، وأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعاً. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، الكرسي غير العرش، العرش أعظم من الكرسي. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش وأنه موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين وأنه في عرش كحلقة ملقاة في فلات. هذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات من الأرض، يعني العرش عظيم جدا. الكرسي مع أنه يسع السماوات والأرض هو شيء قليل في العرش، كحلقة من حديد ملقاة في فلات من الأرض، يعني شيء صغير جدا. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، تفسير الكرسي بالعلم لا يصح، بل الكرسي موضع القدمين، فإنه لا يصح ويفضي إلى التكرار في الآية، يعني العلم قد ذكر فلا يكرر. قال المعلق: لأنه من رواية جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي المعطل: ليس جعفر ممن يعتمد على روايته، إذ قد خالفته الرواة الثقات المتقنون. وقال الذهبي رحمه الله في الميزان، وقال ابن مندة رحمه الله: ليس هو بالقوي، يعني جعفر بن أبي المغيرة في سعيد بن جبير. وقال عن سند هذه الرواية: لم يتابع عليه، أي لم يروه غيره. وقال أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التمسير: إسناده جيد ولكنه شاذ بمرة، مخالف للثابت الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم علق على رواية ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره بأنه موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، وقال: وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الرواية السابقة تفسير الكرسي بالعلم عنه بتأويل الكرسي بالعلم فهي رواية شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب، ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها، ومن روى عنه في الكرسي العلم فقد أبطل، يعني قوله باطل. فالكرسي موضع القدمين. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. حفظ السماوات والأرض ليس بثقيل على الله، بل هو يسير على الله جل وعلا. ولا يؤوده، أي ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. وفسر الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا يؤوده بيثقله ويكرثه، أي لا يثقل على الله حفظ السماوات والأرض، وهو من آده الأمر إذا أثقل عليه. ولا يؤوده، أي ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي والعظيم، سبحان ربنا وجل جلاله. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه. فالله عز وجل على العرش استوى، على وارتفع
على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير جل جلاله. وأما العظيم ومعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وملائكته عليهم السلام وأصفيائه المؤمنين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل جلاله. هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، هو معرفة، الأول معرفة، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. وقد اضطربت عبارات المتكلمين من المعتزلة وغيرهم في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه للنوم كان يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء إذا أوى إلى فراشه للنوم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض، رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه تعالى فوق جميع خلقه ولا شيء منها فوقه، فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. واسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة،
ومن العالم العلوي السماوات والسفلي الأرضون، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه وتعالى بجميع خلقه من كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد لا يفوته منها شيء. وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد لزيادة التقرير والتأكيد، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا. فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قوله وتوكل، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت، أي نفي الموت الذي هو ضد الحياة عنه. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلاً، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها، ككونه عليماً ويعلم وأحاط بكل شيء علماً سبحانه وتعالى. وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيه إثبات اسمه الحكيم، وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته جل جلاله. وقيل هو من فعيل على وزن فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب سبحانه وتعالى. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض
ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه. فذكر سبحانه أنه يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة عليهم السلام، وما يعرج أن يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وذكر فيها أيضا أن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير جل جلاله. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. المعتزلة طائفة ضالة نفوا صفات الله نعوذ بالله. ومنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته يعني أوله، ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية وقال عليم معناه لا يجهل وقادر معناه لا يعجز، وهذا كله تأويل. الله عالم بعلم وصفة له جل جلاله. وهذه الآيات حجة أي رد على فقد أخبر رد على المعتزلة والنفاة، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء جل جلاله. قال المعلق: المعتزلة هم في الصفات جهمية ينفونها، ينفون صفات الله والعياذ بالله، وفي القدر قدرية. المعتزلة في باب القدر قدرية، يقولون أعمال العباد مخلوقة له، يعني يقولون العبد يخلق عمله، وهذا قول باطل. العباد عاملون والله خالقهم وخالق أفعالهم، العبد ما يخلق فعله بل هو مخلوق وفعله مخلوق لله جل جلاله. وينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، المعتزلة ينكرون رؤية الله يوم القيامة نعوذ بالله من الباطل، ويوجبون على الله الثواب والعقاب والصلاح والأصلح، ولا يجب على الله شيء بل هو فعال لما يريد، ويقولون بالعدل والمنزلة بين المنزلتين، يعني يقولون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ويخلد في النار، ويقدمون العقل على النقل، أن يقدمون عقولهم على الكتاب والسنة والعياذ بالله، وهذا ضلال. عقل المخلوق
ليس بشيء، بل الله عز وجل هو الذي يجب إطاعته واتباعه. وهم أتباع واصل ابن عطاء، هذا الداعية إلى الاعتزال، شيخ المعتزلة والعياذ بالله، أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله. وهم المعتزلة 20 فرقة، وأصل معتقدهم باق إلى اليوم، متمثل بوجه أو بآخر في كل من الشيعة والزيدية والأباضية، وفي من يسمون بالعقلانيين أو العصرانيين، ويلحق بهم من سموا زورا بالتنويرين أو المستنيرين. فعلينا أن نحذر البدع والضلالات، ونتمسك بالقرآن العظيم وبسنة النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة رضي الله عنهم. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي، وهو يناظره في مسألة العلم. الإمام عبد العزيز المكي يناظر بشر المريسي: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه. الله لم يمدح أحد بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم لهم، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم ونفى بذلك الجهل عنهم. ومن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. لأن المعتزلة يقولون يعلم يعني لا يجهل، لا يثبتون العلم بل يقولون معناه لا يجهل، فهذا قول باطل. والله يعلم كل شيء جل جلاله. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، جل جلال. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم. ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه سبحانه وتعالى. وكل علم في المخلوقات إنما استفاده من خالقه، الله علمه. وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه، فالكمال كله لله جل جلاله. وأنكرت الفلاسفة، قال المعلق: الفلاسفة هم الذين ينكرون علم الله تعالى وينكرون حشر الأجساد، ومذهبهم أن العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب وليست فاعلة بالاختيار. فالفلاسفة كفار ينكرون علم الله وينكرون حشر الأجساد. وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج أي الواقع هو جزئي. فالفلاسفة أنكروا علم الله وكفروا والعياذ بالله، كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها. الغلاة من القدرية يقولون: الله لا يعلم الأشياء إلا بعدما يعملها العباد، أعوذ بالله من غضب الله.
قال: القدرية هم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي المنكرون للقدر المكذبون بتقدير الله تعالى لأفعال العباد الذين قالوا إن علم الله مستأنف ليس بقديم، نعوذ بالله، وإن العباد هم الموجودون هم الموجدون لأعمالهم. وبقولهم قالت المعتزلة، نعوذ بالله، فإنكار القدر كفر، لأن أركان الإيمان ستة والركن السادس هو الإيمان بالقدر. كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها، نعوذ بالله، توهما منهم أن علمه بما يفضي إلى الجبر وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. فالله عز وجل هو الخالق المقدر وحده لا شريك له.